الصين شوفوا كسر اليوم مع مين كلام رايح جاي صين وهيم لما كل الناس دي جوا فريم الصين الصين. اهلا بيكم في فيديو جديد معكم جاسر من راب سين, والنهارده اول حلقاتنا من برنامج ذا سين, وضيف النهارده معانا في الحلقه وهو عمار حسني. عامل ايه يا معلم؟ مشرفنا ومنورنا النهارده عمار. ربنا يخليك. جاهز للانترفيو؟ يلا بينا. ما بهربش من حرب, الشارع علمني ان ما فيش حل غير الضرب, عندي قلمي بكذا انمي في كل سطر, لو احنا في السعوديه بقى انا لجنه النهي بالامر. بلاش عضيت انا والقبر, حرفي بيسحلهم في الارض, كل حروفي حرف جر, صوتي لا فحيما فبيسيحوا في وجودي من الحر, انا بتمنى سابقا خفش لما تشوفوني على الارض. خلينا نبدا النهارده كده باول سؤال معانا, وهو انت ازاي بدات اصلا في مجال الراب وامتى؟ امتى؟ من 5 سنين. تمام. ماشي في السته مثلا دلوقتي, من اولى ثانوي او ثالثه اعدادي حاجه كده. ازاي؟ بص انا اصلا بسمع راب من زمان, يعني انا بحب راب من ايام بقى جيم سكول او ويكون زمان قوي. أيوة. اول ما الدنيا بدات. تمام. من اول ما الحاجه طلعت اصلا بحب الراب عموما. وبحب المزيكا عموما, بس الراب بشكل اخص انا كنت مشدود له يعني وانا صغير, وبس وبكتب. انا بحب اكتب من وانا لسه في ابتدائي, بحب اكتب عموما لحد ما وصلت مثلا لحد اولى ثانوي او ثالثه اعدادي, انا مش فاكر بالظبط, بس هو تقريبا اخر ثالثه اعدادي كده قابلت عوني بقى. كنت انا مصاحب دوحه, ودوحه كان صاحب عوني. المهم قعدنا على القهوه, قلت لدوحه انا عايز اغني راب وكده, قال لي انا عوني صاحبي يغني وبتاع. كان عوني ساعتها بادئ بقى له سنتين او ثلاثه بس. قعدنا مع بعض على القهوه, قلت له انا ده عايز اعمل كذا, قال لي طيب. كنت ساعتها ما بعرفش اكتب, فكنت بغني الكلام بتاعه اول ما بدانا خالص. وبعد كده مع الوقت بقى قعد بقى يفهمني, يقول لي دي كذا, ده بور, ده الفيرس بقى 16 بور اللي مش عارف ايه. قعد بقى يفهمني الدنيا ماشيه ازاي لحد ما بس قعدنا نعمل تراك في الثاني في الثالث لحد ما وصلنا لدلوقتي. طيب ليه بقى ساعتها اخترت التايب الساد, اخترت النوع الحزين ده؟ هو بص اللي الناس مش عارفه, ساعتها ما كانش حد بيعمله كتير, يعني انت ساعتها طلعت ما كانش حد بيعمل اصلا ده غير 1 2 3, كان الكل بيغني الاولد سكول زي واي كلوز زي شاهين الحته دي. فايه اللي خلاك تختار دي؟ وكان ساعتها المنتشر اكتر واللي ليه فانز اكتر الباتل راب. بالظبط الباتل راب كان ساعتها منتشر اكتر. فايه اللي ودى دماغك بقى للجزء ده؟ بص هفهمك. انا القصه كلها يعني انا ما كنتش اصلا عايز اعمل, يعني الناس مش عارفاه, انا اصلا كنت بعمل زمان, انا كنت بعمل باتل راب. يعني انا اول ما بدات كنت بعمل كل حاجه. اول ما بدات اكتب بقى كنت لسه ايه اللي هو بادئ متعلم راب جديد وعايز اعمل كل حاجه, كنت فاست فلو بقى وابدا ابتدي اعمل بعمل كل حاجه. بس اللي انا حبيته اللي انا استريحت له كان لون انا ما بسميهوش ساد راب, يعني انا بسميه مثلا ايه, هو اولد سكول توبك عادي, بس هي القصه اللي انا الحاجه دي بحب اعملها بشكل شارع, بشكل اللي هو انا بتكلم مع واحد زميلي على القهوه. مش لازم بقى ايه, مش لازم اجعلص الحوار واكبره. هو عادي انا ممكن اكلمك زي ما احنا بنتكلم كده واحط على كيكو سنير, مش أيوة. مش عيب ولا غلط. وكمان انا لقيت يعني انا ساعتها كان المجال كله او كان الدايره اللي انا شايفها كلها عباره عن حاجه مش يعني ما حبيتهاش. انا عارف ان دي ثقافه هيب هوب وكل حاجه, وانا شخصيا كنت ببسط فشخ بالدسات اللي كانت موجوده وقتها وبين النكشات اللي كانت موجوده وقتها. بس ما حسيتش نفسك في الجزء ده بقى. بس يعني انا كنت بنزل الباتلز اول ما في الاول خالص, كنت بنزل الباتلز على طول في سان عند فوتو 2000, عندنا كده حته اسمها فوتو 2000 قدام سان, كنا بنقف عندها باتلز على طول, وهو كله بيغني مثلا 16 بقى براته وبيت بوكس وبتاع سراكل. بس أيوة. بس انا بقى قعدت مع الرابرز فتره, في الاول ما حبيتش التعامل ما بينهم, ما حبيتش الطريقه اللي هو انت تبقى قاعد مع صاحبك يسجل لك, تبقى مثلا بتعمل كذا, دي داتا ده. أيوة. انت أيوة. بتتكلم معاك عادي, فانا ما قضيت ما حبيتش ده. كمان انا وعوني اول ما بدانا ما كانش في حته التوجيه اللي هو انا هوجهك اللي هو الصح تعمل كذا, لا هو كان ساعتها الموضوع مفتوح ومحدش فاهم اصلا راب, محدش فاهم حاجه. فا ايه اعمل اللي تعمله, في بيتس موجوده على اليوتيوب بتاعت راب, والراب طريقته كذا 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 اللي احنا عارفينها اللي احنا بنسمعها, محدش قال لنا عليها حاجه, فانت غني اللي عجبك. فانا ساعتها اللي عجبني ده, اللي عجبني اللي انا اتكلم بطريقه شارع, اكلم واحد صاحبي اقول له في كذا وفي كذا وفي كذا, ممكن حتى لو جبت كلام باتل راب هقوله بالطريقه برضه. يعني انا ليا تراكات اولد سكول دارك وتعتبر فاهم حاجه كده اللي هو شوارعجيه, بس برضه بالطريقه اللي هو ما قلتش بقى جانجستا ومش عارف ايه وهنطلع مثلا الاي كي ام نديك في الملا عادي. انا قلت فاهم
كلام عادي اللي هو اللي بيحصل فعلا في الشارع، خناقه او حكايه حاجات اللي هي بتاعتنا احنا، فاهم؟ انا بحب ده، بحب اعمل اللي موجود واللي انا بشوفه، ما بحبش ابقى مصطنع. بس دي القصه، فده اللي خلاك تختار الحته دي عشان عملت لنفسي مجال، حسيتها انت فيها. انا بقول لك عملت لنفسي مجال بتاعي، يعني انا لحد من سنتين او من سنه ونص كنتش بتعامل مع اي حد، كانش في اي رابر يعرفني، ما كانش في اي في الراب سين نفسه، ما كانش حد بيتعامل معايا قوي، وما يعني انا كنت معروف بس ما كانش حد بيتعامل معايا. ما انا كنت حاطط لنفسي كده دايره اللي هو اصحابي اللي بيرابوا معايا اللي هو ال 12 النيشن بتاعي، كل واحد فيهم انا يعني نقيتهم بالظبط، اللي هو ناس ما لهاش علاقه بالراب وبالدنيا دي خالص، بس بيرابوا فاهمني، ما لهاش علاقه، ما توسخوش في مشاكل الراب والباتلات. يعني هو الراب مش وسخ عموما، الراب سين كله مش وسخ، بس برضو في لقطات كده لازم تحصل منافسه برضو كده كده. بس عندنا لقيته طبعا، فانا حبيت ان انا اعمل حته لنفسي كده بعيد في وسط اصحابي، ده السين بتاعنا، ده الدايره بتاعتنا جل. وده الدنيا اللي انا هشتغل فيها. طيب دلوقتي بالنسبه لك ايه انهي نوع اصعب اللي انت بتعمله حاليا من تراك مثلا قلق او طفره او الكلام ده، ده اصعب ولا النوع اللي انت كنت بتقدمه الاول اللي هو السيت تايب مثلا زي ما انت بتسميه، انهي بالنسبه لك احسن، انهي ذاك اصعب، انهي ذاك اسهل، ترتاح في انهي اكتر؟ بص انا في الاول انا كنت بعمل اولد سكول بس، كنت شايف ان النيو سكول عبيط بصراحه، يعني ده كان رايي ان هو ما بيكتبوش بصراحه، سهل قوي اللي هو ممكن اي حد يعمله. فكان بالنسبه لي دي حاجه اللي هو انتوا بتعملوا ايه؟ ايوه كنت شايف ان في ناس، يعني كنت شايف ان في ناس عندها سكيلز مثلا، تعرف بتعرف تعمل فاست فلو، بتعرف تلعب مثلا بالرايمز، شايف في سكيلز حلوه، بس كان نيو سكول نفسه كنت بقى، والتراب ما كنتش بقى، يعني ما كانش في تراب كتير قوي زمان، بس انا يعني كنت شايف الموضوع في الاول عبيط، اللي هو انا ممكن انا بكتب ليركس يا باشا بانشوت تانش لاينز، فاهم؟ فانت بتكتب بالظبط التراك، ممكن تكتب التراك كله مثلا 11 بار ولا 12 بار، خلاص كده التراك خلاص فيرسين. فانا ده كان مخيلتي زمان وانا عيل صغير. لما عملت الحاجه دي لقيت اللي هو يعني انا يعتبر في مرحله فاصله في حياتي لما اتعرفت على مومن سعد. مومن سعد اللي هو السابع دي في حاجه اسمها تسجيلات كفر الدوار لو تعرفها، هي مؤخرا بدات تظهر. هم ما بيعملوش راب، هم بيعملوا حاجه كده ايه، فكره مجنونه كده بتاعتهم. بس عموما مؤمن شخص يعني عرفني بقى على حاجه يعني انا ما كنتش بفكر فيها، عرفني ان انا يعني جرب. كنت بقعد اقول له لا انا مش هجرب الهبل ده، وانا مش عايز اشتغل اوتو تيون اصلا، وانا مبسوط بنفسي كده وقشطه، فاهم؟ قال لي جرب وشوف، لو سهل ما تعملوش. فانا جربت فلقيت الموضوع مش سهل ثانيه خالص. سيبك من الليركس، بس انت عشان تغني بتون على المايك، عشان تملك اوتو تيون، عشان تكتب ليركس في التيمبو ده قويه وتلزق في الودان، لا صعب صعب. في رابرز اولد سكول جم يعملوا النيو ما عرفوش يعملوها، هتلاقي اللي هو انت بتعمل ايه؟ كانوا جامدين، هم كانوا جامدين في اولد سكول، بس في النيو ما هو الموضوع ما بقاش ليركس وسبيت بس، او ليركس والفلو بتاعك بس، لا هو الموضوع بقى كبير، بقى اغنيه. ايوه فاهم، اللي هو انت لازم تمسك مقام معين في المزيكا، ولازم تقف قدام المايك تأدي بالمقام ده كأنك انت، يعني في ناس اتعلمت غنى عشان تعرف تغني نيو سكول، عشان اتعلمت مقامات وتعلمت ازاي تطلع بصوتها بطريقه معينه وتنزل بطريقه معينه، في ناس اتعلمت فاهم. أيوة. من كتر ما هو مش سهل، فهو مفيش يعني ما اقدرش اقارن بينهم، عشان ده صعب في حاجه قوي وده صعب في حاجه قوي. هو انت عشان تبقى رابر شاطر لازم تتعلم ده وتتعلم ده، ولازم تعمل يعني اول ما تبتدي اولد سكول هتعمل حاجات وحشه، اول ما تبتدي نيو سكول هتعمل حاجات وحشه، ومع الوقت هتبتدي تملك ده. فانا اكتشفت الموضوع ده، اكتشفت اللي هو لا الموضوع مش سهل. وانت لو حتى قطعت على اي حد قديم وهو بينقل لونه هتلاقي اول تراك عمل وحش. ايوه فاهم. مش وحش بس مش جامد، مش اللي هو مش جامد زي ما هو كان بيعمله في الاصلي. الوقفه قدام الاوتو تيون صعبه. أيوة. يعني عشان اعمل اللون الجديد ده، عشان ابتدي اسجل مثلا قلق اللي هو اوتو تيون بقى صرف، سجلت قبله مثلا بتاع 20 تراك عشان تاخد من الموضوع، وتعمل لهم ميكس وماسترنج وخلاص عرفها واسمع، لا وحشين. وانا ممكن اعترف ان هم وحشين، ولو حد سمعهم هيقولوا ان هم وحشين، ما هو ده مش عيب، بس انا لسه ما ملكتش.
بالظبط. ايوه مشكله في الليركس، مشكله مثلا في في التونينج، مشكله في الـ في الـ في الـ في الاتيتيود نفسه على المايك. موضوع ما مفرهد، بس زي ما قلت لك هو ده صعب وده صعب. انت بتحب انهي نوع اكتر؟ بتحب بترتاح لانهي اكتر؟ انا بحب الاولد سكول يعني، انا كعمار بحب الاولد سكول وهفضل اسمعه مهما حصل، حتى لو راحت عليه بالنسبه للذوق العام دلوقتي. انا احب اسمعه الاولد سكول يعني، انا بحبه. بس النيو سكول مش سيء يعني، هو طلع فعلا مش سيء وحلو وممتع حتى في الـ في, الـ في الكتابه وفي التسجيل قدام المايك. انت بتكتشف حاجه، عارف انت لما تبقى مثلا ايه، لما بتلعب لعبه مثلا جديده وينزل سيزون جديد فتكتشف حاجات جديده بقى فيها ومابس جديده وكده. أيوة. هو الراب اتعمل له ابجريد، فاهم؟ اللي هو انت بتكتشف بقى حاجات جديده، بتكتشف انت ممكن تعمل على المايك حاجات جديده وممكن تطلع بصوتك امكانيات انت ما كنتش عارف تطلعها زمان، بتستغنى عن حاجه وبتكسب حاجه. بس هو بس انا كعمار بحب الاولد سكول بصراحه. جميل. شيخان، قول ان الفتره الاخيره كان في موجه هجوم عليك نوعا ما، وبالاخص اخر 5-4 شهور مثلا الحوار زاد قوي عن حده، اتعاملت مع الحوار ده ازاي؟ بص، هو ما كانش فيه هجوم غير لما انا وقفت شغل. يعني انا وقفت شغل من 4 شهور، من رمضان اخر تراك نزلته قبل قلق كان اول يوم قبل رمضان على طول. طبعا. يعني قبل رمضان يبتدي على طول التراك ده نزل، وانا يعني حصلت لي يعني انا قلت ان انا هجهز للالبوم، حصلت لي كده حوارات في حياتي عموما غير الشغل، حصلت لي انا حوارات بقى في حياتي انا عموما، فاهمني؟ أيوة. كشغل بقى وكالبيت وكحوارات عندي 21 سنه وعندي حوارات في حياتي، فاهمني؟ فده اخرني اكتر، فبقى الشهر بقى شهرين، بقى 3 بقى 4. انا الاول كان عندي اللي هو كان عندي اكونت الفيسبوك بتاعي، اول ما بدا اول هجوم عليا ده كان قبل ما اوقف على طول، كان لسه ساعتها بقى 69 راب، كان لسه بادئ بقى ايه ينزل هو ايه يا جدعان في حد اسمه عمر حسني بيعمل كذا، ده ايه يا جدعان، ده ايه ده، حزين تقطيع شرايين وبتاع، طب ازاي ده بيجيب فيوز؟ او انا داخل في الكومنتس مثلا ارد اقول له والله هو ده عادي يعني، ده يعني قشطه انت الناس بتحب يعني هي اختلاف لا وغير بتحب ده انت، انا بغني نفس الكلام مثلا يعني مش نفس الكلام طبعا، بس انا بغني كلام حزين زي زمان مثلا تامر عاشور، هو الفرق بس انا صوته حلو وانا بغني راب، فاهم؟ فانت يعني انت هتهاجم تامر عاشور عشان هو مثلا بيغني اللون ده؟ لا، صوت تامر عاشور حلو وانا بعشق تامر عاشور، اقول له طب خلاص انا بعمل ده بس راب. ففي ناس حبت ده، في ناس ما حبتوش، وافضل بقى اخش في نقاشات يعني. انا كنت فعلا كل البوست بشوفه عليا برد على الكومنتس واي حد برد. أيوة. يعني ممكن اجيب لك البوستات دي كمان قديمه في 69 راب اول ما بدات خالص، وكان ناس تقول لي طب ريسبكت يا مان وبتاع وانت شكلك فاهم فعلا وبتاع، وخلاص الحوار كان بيعدي. بعد كده جاء في رمضان ده، في اول رمضان بعدها بشويه الاكونت الفيسبوك بتاعي اتقفل. تمام. فانا بعت عن السوشيال ميديا شويه، وزي ما قلت لك اتحطيت بقى في حوارات كتير. اكتشفت بعدها ان بدا حوار التراك بتاع برشلونه منهم ده. ايوه. حد عمل عليه، انا فاكر حتى اول فيديو كان معمول عليه فيديو مين تقريبا، انا فاكر اول فيديو اتعمل على التراك ده اللي هو بتاع سبايدر مان ده اللي هو انا فاكره. ايوه. فهو التراك ده بالذات انا اصلا كنت مسحه قبل ما الاكونت بتاعي يتقفل، كنت مسحه عادي بكامل ارادتي، انا مسحته عشان التراك ده انا يعني هو بعيدا عن اي حاجه، هو يعني هو بالنسبه لي ذكرى سيئه بس يعني، انا كنت بحب زمان اوثق كده لحظات في حياتي، فده التراك ده كان توثيق لمرحله ما كنتش يعني كنت في ثالثه اعدادي اصلا، فكان توثيق لمرحله في ثالثه اعدادي، حتى ايا كان طبيعي مش هيطلع احسن حاجه، انت فلت عليه كنت لسه بادئ انت بتعلم راب اصلا بالظبط، فطبيعي يعني انت تتعلم الطبيعي حكايتها تطلع وحشه حاجات تطلع جامده. ما انا بقول لك يعني انا كنت في ثالثه اعدادي لسه صغير وعملت التراك ده ونزل في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي حاجه كده، بس هو الفكره الحاجه دي كانت مكتوبه زمان قوي، وانا اصلا مسحتها كانت ساعتها 2 مليون على اليوتيوب، كان عندي حاجه 2 مليون وتقريبا يعني انت عارف يعني ايه التراك ده كان جايب 2 مليون؟ انت عارف يعني ايه عندك في اولى ثانوي؟ لا كان التراك لما انا مسحته كان جايب 2 مليون. ايوه انا قصدي انت منزله وعامله في الوقت ده كان جايب 2 مليون، كان جايب 2 مليون وقت ما انا مسحته اكيد. انا مسحه وهو 2 مليون، انت عارف يعني ايه حد ما يمسح 2 مليون من عنده على الشان؟ عارف في ناس الموضوع دلوقتي كبيره ومش بتجيب ال 2 مليون. ما انا بقول لك انت عارف مسحت. الموضوع صعب ازاي انك تمسح 2 مليون على الشانل بتاعتك، فاهم؟ بس انا مسحته عادي من قبل الدنيا دي كلها ما تبدا عشان انا مش يعني مش عايز افتكر الفتره دي وخلاص. أوكي. وخلاص دي حاجه عدت. طبعا. بعدها لقيت حد تاني رفعه
وحد خده وعمل عليه الميم ده الفيديو ده والموضوع ابتدى بقى بدا فيديو مع فيديو انا غلط يا جدعان يا جدعان التراك ده والله العظيم قديم قوي قديم قوي انا خلي بالك اللون الساد من الناس خد يعني خدت فكره عني انا كرابر من التراك ده انا عملت ساد يعني برضو على كمانجا بعد كده وحلو يعني حلو انت لو دخلت سمعت هقول لك تراك كذا وتراك كذا وتراك كذا تراكات حلوه حلوه فعلا تتسمع وما فيهاش ما فيهاش نبره الصوت يعني انا حتى دلوقتي لو عاوزت اجيب نبره الصوت وانا صغير دي مش هجيبها خلاص فاهم يعني بقى نبره الصوت اقوى واحسن وبعدين انا التراك ده لما عملته ما كانش ما حد ساعتها قال لي وحش بالظبط فاهم انا كنت شايفه حلو وكل اللي سمعوه قالوا لي جامد حتى اصحابي رابرز رابرز كانوا في باتلات ساعتها كانوا مشهورين قوي في الباتل راب ساعتها قالوا لي جامد كانوا بيسمعوه فاهم ثم خد الحته مره واحده الميمز ما انا بقول لك مره واحده الناس انا قلبت من هزار لهجوم قلبت من هجوم سيبك من قله ادب بقى فاهم يعني انا 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 يعني انا مره واحده لقيت اللي كان بيقول لي زمان يا اسطى التراك ده جامد وانا بسمعه على طول ناس مشهوره في الباتل راب دلوقتي ممكن اقول لك اسامي فاهم بقى بينزل بيشتم طب يا ابني انت قلت لي زمان ان التراك ده جامد انا فاكر انا فاكرك انا معايا انا لو الفيسبوك بتاعي ما اتقفلش والله العظيم كنت كل شخص هخش شتمني عم داخل واخد له سكرين من الشاب بتاعه زمان انا لقيت الدنيا كلها هم لقوا ان الموجه شتيمه عمار فانا هشتم عمار هو هشتم عمار بقى الترند خلاص بقى الترند بتعمل حاجه حلوه وحشه هم ما سمعوش بسمع التراك اصلا عاجبني بس هي في ترند فخلاص اشتم اقول لك حاجه خش على الكومنتس بتاع طفره اوكي والله العظيم انا فاكر اول ما رفعت التراك دخلت على البتاع طفره اولد سكول باتل راب فاهم ما بطلمه احنا ده الشخص ده ما سمعش ما سمعش الانترو ما سمعوش هو دخل عمار حسني نزل تراك هو عامل لي سبسكرايب عشان يخش يقول لي ايه المحن ده يا اسطى فاهم هو دي حياته فاهم فانا اللي هو بتضايق يا جدعان انا بعمل ومش بيتسمع هو عايز يشوفني كده اوكي هو قشطه انت عمار حسني با 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 ياه هو انت عمار حسني ياه وانا مش هشوفك غير عمار حسني ياه طب يا ابني اسمع يعني انا مش بقول له اسمع اولد سكول بتاعي وكل ما حد يتكلم يقول له يا مان طب اسمع له بلوكامين وطفره واخصام لا ما تسمعليش بلوكامين وطفره واخصام اسمع لي تراكات انا منزلها اسمع لي مثلا مسوخ اسمع لي حريه اسمع حاجات سات الفتره دي انا ما كانش عندي فيسبوك اصلا فاهم فانا مش عارف انا يا جدعان مش عارف ما عنديش غير الانستجرام والانستجرام ما حدش بيبعت لي عليه غير مثلا حد بيعمل لي منشن في ستوري يشتمني فيها كل فين وفين فانا لو دخلت اتناقشت معاه مش هخلص وفي نفس الوقت هو مش عايز يسمع بالظبط يعني انا في الاول كانت الناس بتسمع بصراحه 99 في الاول كانوا يعني انا ما كنت بخش مع حد نقاش بيسمع انا بقول ايه بقول ده بيتغير لي فاهم درجه عند دلوقتي خالص بقول لك انت يعني حتى في يا جدعان انتوا مش سامعين انا بقول ايه انا بنات أيوة. يعني انا منزل قلق والله العظيم انا منزل قلق وعارف ان في ساعتها هينزل سكرينات في كل جروبات الراب بيشتموني حتى يعني انا عارف اللي هو حلو بس هم هيشتموني عشان ما ينفعش يقولوا اللي هو جامد ايوه ما ينفع انا اتصدمت لما بدا يبقى فيه ردود حلوه الوجه اتغير خالص الناس كلها بقت تقريبا 90% من الردود كانت كويسه على تراك قلق ما انا بقول لك انا دي حاجه دي كانت صدمه يعني انا مؤمن قال ان التراك ده هيقلب الدنيا تماما عن اللي كان بيحصل ما انا بقول مختلف 180 درجه خالص الكل تقريبا اي حد سمعه اي حد شافه في ناس كتير استغربت او اتكتمت اللي هو ماشي حلو فاهم اللي هو كان داخليني بص هو بيقلد بس ماشي شغال بص مش اجمد حاجه بس احسن من اللي هو كان بيعمله ما لا هو بص والله العظيم انا لحد النهارده بقول انت يعني انت انا مش هقول لك اسمع الاولد سكول بتاعي ولا هقول لك اسمع الحاجات اللي انا كتبتها وما رفعتهاش خلي بالك انا في خلال الخمس سنين دول كتبت حاجات يعني وغنتها في الشارع وغنتها على القهوه اقسم بالله الحاجات دي يعني تعمل كارير رابر تاني تعمل كارير تاني أيوة بس انا اخترت اعمل حاجه بحبها بس دي كل القصه ما اخترتش ان انا اعمل حاجه اللي هم عايزين اعملها بس يعني حتى دلوقتي لما غيرت عشان انا حسيت ان انا عايز اغير عشان انا كبرت فاهم فالمشاكل اللي انا كنت بتكلم عليها زمان دلوقتي بقت عاديه ايوه عايز تجرب شغله ثانيه لو انا ممكن اسيب صاحبتي 3 4 مرات في الشهر خلاص بقى ممكن موضوع بقى في مشاكل اكتر من كده بقى في حوارات اكتر من كده مشاكل اتغيرت عن الاول وبتاع ودماغي كبرت انا فهمت ان يعني والله العظيم والله العظيم يعني انا مش 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 عايز برضو ابقى بهاجم حد بس فعلا والله العظيم 90% من الرابرز اللي شتموني واتكلموا عليا عملوا التراكات دي زمان ايوه فاهم عملوها
وانا معايا التراكات دي، بس انا مش شخصيه مش هفضل اجري ورا كل واحد اقول له طب بص شوف دي، طب بص اعمل كذا، فاهم؟ انا هرد بشغلي وحاجتي وخلاص خلاص، فاهم؟ انا مش الشخصيه دي ومش عايز اعمل كده. انا عندي فانز بيحبوني بجد، مش بيحبوني مثلا اللي هو انا بحب الرابر ده عشان هو ترند دلوقتي، لا بيحبوني. حتى لما الدنيا كلها قلبت عليا كان في فئه كبيره قوي بعيدا عن الراب سين، انا عارف ان انت في وسط الراب سين فمش هتشوف ده، انا شفت ده بقى في وسط بقى الدنيا، في رابرز صحابي وصحابي فاهم بقى بيشتموني، وفي ناس ما اعرفهمش بس فانز سمعوني من اول يوم غنيت فيه بيحبوني. أيوة. فانا مكتفي قوي باللي انا فيه، بس انا للاسف دلوقتي مضطر ان انا مش مضطر ان انا اتعامل مع الراب سين، ومضطر ان انا للاسف ابقى في وسط اللي بيحصل، ابقى في وسط، ولو حد كلمني كلمه لازم ارد عشان ما بانش ان انا اللي هو انا هفا اللي هو انا ممكن اشتمك وخلاص. انت مش عارف ترد؟ لا انا عارف ارد بس انا مش حابب ان ارد، بس هو عايزني ارد. ده اللي انا بعمله بالاي بي والالبوم ده. بمناسبه الالبوم الجديد كلمنا عنه وحضرته ازاي، يعني حضرت له ازاي وهينزل كله امتى ولا هينزل ازاي وكده؟ بص هو انا دلوقتي شغال في الاي بي مش في الالبوم. أوكي. يعني الالبوم اللي انا اصلا كنت قايل عليه قبل رمضان ده لسه دلوقتي هتنزل الاي بي اللي هو التراكات الاربع تراكات خمس تراكات مثلا الاي بي ست تراكات اللي هو كرخانه ده، وبعد كده هنزل الالبوم. انا بس بمهد عشان انا لو نزلت حاجه صرف كده مش هتتبلع قوي، فاهمني؟ يعني كان لازم امهد بالاي بي ده الاول. وكان يعني هو الاي بي كان ليه كذا فايده، كان زي ما قلت لك هو الموضوع كان اللي هو ايه انا هو بس، فاهم؟ الالبوم هيبقى شخصيه جديده، حاجه جديده. انا قررت اللي انا اعمله، قعدت كده مع 12 انا بقى ده كده قالوا انت لازم ايه تبدا بقى، يعني والله من قبل حتى الهجوم قالوا انت لازم تبدا ايه تثبت نفسك في كذا حاجه وتعمل كذا حاجه وتغير وكده. مؤمن قال انا معاك في الالبوم ده، يعني انا اشتغل لنا انا يعني كان اكبر واحد بصراحه، يعني اكتر حد دعمني في فكره اللي انا اعمل البوم اصلا كان مؤمن. يعني هو مؤمن شخص عنده رؤيه، فاهم؟ اللي هو اعمل كذا وهتشوف، فاهم؟ فاعمل كذا فلاقي فعلا اللي هو كان عنده حق. يعني هتطلع بكاركتر جديد في الالبوم ده؟ يعني انا بجهز له مثلا بقى الخمس شهور اللي فاتت دول قعدت اجهز كتير فيه باذن الله، يعني باذن الله يعني انا هخلص الالبوم ده. اديك شفت اول تراك عمل ايه، فهو ده كان اقل حاجه، ده الحاجه الكوميرشال. طلع ترند وغير وجهه نظر الناس لتراكاتك وشغلك عامه. ده الكوميرشال اللي في الالبوم، يعني لسه ما عملتش راب في الالبوم، يعني ده كده مش راب لسه أصلاً. انا لسه هعمل كده بتسخن. ده كوميرشال لسه بتسخن دي، يعني ده لسه الكوميرشال بتاع الالبوم اللي هو الحاجه الدعائيه كده. خلينا كده في الكاركتر الجديد اللي انت بتقول عليها دلوقتي، تقريبا معظم البوستات الاخيره بتحط كده ايموجي ثعلب او في الستوري كده في حوار ثعلب مش عارف ايه، ده ليه علاقه بالكاركتر؟ صح، ده الكاركتر الجديد. ايوه، وده اسم الالبوم اللي جاي. اوكي. اسم الالبوم اللي جاي ثعلب الاسكا. جامد. ده الالبوم اللي جاي. إيه انا بص انا عندي حته اللي انا ما بعرفش، يعني انا بعمل كل حاجه لنفسي. اوكي. انا يعني انا اول في الاول من الاول خالص بينما عن في الاول كان عوني باخد منه كلام او كان عوني بيعمل لي ميكس وماسترنج للتراكات عموما. بس انا في الاول كنت بكتب وبسجل وبعمل، انا اصلا جرافيك ديزاينر، كنت بعمل ديزاينز لنفسي وبعمل الفيديو لنفسي، كنت بعمل كل حاجه، فاهم؟ ويعني ممكن اقول لك ان 90% من سبب ده ان انا مش شخص بعرف اثق في شغل حد او بعرف اثق في حد. فيعني عندي الحته بتاعت الهستيريا دي اللي هو يعني انا بحبك وكل حاجه بس مش دايما هلاقي فيه غلطه كده، في حاجه مش بعرف اثق غير في شغل. فاهم؟ ما بحبش اشتغل في جامعات، انا بحب اشتغل كده مع نفسي. فهو دايما كان مؤمن بيقول لي الحته دي، بيقول لي انت شويه تعلب كده بتصطاد لوحدك ومع نفسك كده، فاهم؟ ده كان سبب من اسباب اختيار الثعلب. وكان في سبب تاني، الثعلب الاسكا ده عشان الثعلب اللي بيعيش في القطب الشمالي ده او الثعلب اللي بيعيش في الساقعه عموما بيغير جلده كل موسم، يعني هو بيبقى لون بني بيتحول الابيض لون ابيض، يعني بيتحول للبني. مش اسم صدفه وخلاص انت الاسم. لا احنا قعدنا الالبوم ده قعدنا درسنا فيه كتير. طب هيظهر منه حاجه في الاي بي ده ولا هيبقى اول ظهور ليه تماما في الالبوم؟ هو هب تمهيد، انا زي ما قلت لك الاي بي تمهيد للالبوم، هتبدا تربط بين ده وده، هيبقى في بارات كده تمهيديه للكاركتر الجديد،
وهبدأ اشتغل عليها في في الالبوم يعني كتوتال في الالبوم. بس يعني انا دلوقتي بمهد الموضوع كده في الاي بي بحيث ان الناس ايه تبتدي تفهم عشان الناس ما يجيلهاش لاج اللي هو انت كنت امبارح حزين ومكتئب ودلوقتي انت 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 تعلب وعمال تشوت في الناس كلها. هي بس القصه في ايه الحاجه دي انا خدت فيها وقت طويل بس انا ما شاركتهاش بتسلسل زمني في المزيكا فده مش نفاق ولا حاجه اللي انا مثلا مره واحده كده غيرت وعايز اخد مشين بتنزلها فاهم. اه فاهم الحاجه دي انا يعني النضج ده خد فتره طويله بس انا ما شاركتوش بس في حته المزيكا وقعدت فتره كده مع نفسي بتعلمه لوحدي وبحاول اطلع ده لوحدي عشان ده اللي كان المفروض يطلع فاهم يعني. برده في حد نصحني قال لي انت جامد بس انت عايش لسه في 2015 فاهم لسه انت محتاج تطلع 2020 تعرف ده الابجريد بتاع 2020 بقى اللي هو عمار حسني بس بتاع 2020 والمزيكا بتاعت عمار حسني اللي هتبقى في 2020 فاهمني. جامد. ايوه ايوه فاهم. محدش كسب عشان لسه ما نافستش لو مش شايفني خصم كنت ما اتحاربتش حتى لو كنت خصم كنت هبقى فوق وش التعلب رجع تاني بيتشيس.